يعودون للتشكيلة الأساسية لفريق اتحاد بالعباس. طبيعة الحال هو بعد نتائج يعني سلبية من المفروض عليه أن يغير بطريقة هذه. زواري تبقى الكرة دائما لصالح اتحاد بالعباس، تسديده لتيم ينقذ الموقف، لتيم ينقذ مولودية وهران من هدف محقق لتيم. شوف هنا، شوف التسديدة الممتازة والحارس لتيم في المكان المناسب. بلغة الأهداف نبقى نشاهد، نرى ونترقب لمن ستكون له الكلمة في هذا الحوار الكروي بين اتحاد بالعباس ومولودية وهران. زواري في تنفيذ المخالفة، كرة طارية ممتازة، والهدف الأول لصالح اتحاد بالعباس. الهدف الأول لصالح اتحاد بالعباس بطريقة ممتازة، بطريقة مباغتة سكنت الكرة مباشرة في شباك الحارس لتيم أسامة بعد مخالفة مباشرة من زواري عبد الكريم. من مسجل الهدف على ما أعتقد قبلي إسحاق اللاعب السابق لسريع غليزان. ها هي الإعادة، شوف هنا زواري كرة دائرية. لو نشاهد طريقة تسجيل الهدف من قبلي كانت بطريقة ممتازة. يلعب المباراة الثانية له على التوالي في تشكيلة المدرب، والانطلاقة من سوغر خطيرة، هذه الكرة خطيرة خطيرة خطيرة. الاتحاد يتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أيد فرقان نبيل بعد انطلاقة من وسط الميدان وتهيئة للكرة من محمد سوغار. شوف هنا التقنية التونسي المعز بوعكاز يتنفس السعداء بعد تسجيل هذا الهدف الثاني، وفرحة كبيرة وسط أنصار اتحاد بالعباس. ها هي الإعادة، شوف الانطلاقة من سوغار، طلب الكرة في العمق أيت فرقان وتسديدة، هيش تسديدة قوية لكن وضع الكرة بكل ذكاء في الزاوية البعيدة. هذا ما يؤكد ما قلته قبل قليل، وهو أن كانت كرة لفريق مولودية طهران استرجعها وسط الميدان بشكل جيد، وكانت هجمة سريعة وجعل إثرها الهدف، وهذا ما يبين أهمية اللاعبين في وسط الميدان اللي راهم يقوموا بعمل كبير في استرجاع الكرات الثمينة والذهاب إلى الأمام وبسرعة، وكانت هنا سرعة كبيرة إلى الوصول إلى المرمى، وقدروا يسجلوا الهدف الثاني، هدف هام جدا ويزيد ما يصعبش بطريقة كبيرة العمل لمولودية طهران، مازال اللعب، ولكن نشوف بعد الهدف الثاني اتحاد العباس غادي يكون عنده يعني نفس يعني أكبر ويكون يتحكم في المقابلة بطريقة جيدة. إذن إلى غاية الآن بعد مرور 27 دقيقة من زمن هذه المرحلة الأولى نشهد هدفين بالنسبة لاتحاد بالعباس. ربما راح يكون تغيير في تشكيلة مولودية وهران، دخول اللاعب فريفر، دخول اللاعب الشاب فريفر بومدين من مواليد 15 نوفمبر 1998 ويخرج فهم بوعزة. هل خرج فهام بوعزة متأثر بإصابة أم هو يعني خيار المدرب المغربي بادو زكي؟ التغيير جاء في الدقيقة يعني 27، مازال اللعب، مازال الشوط الأول ما وسط أنصار اتحاد بالعباس الذين تنقلوا ولا يزالوا يتوافدوا على ملعب 24 فبراير لمتابعة هذا العرس الكروي بين اتحاد بالعباس ومولودية وهران. كنا نتكلموا عليه يعني ذهاب بعض اللاعبين إلى الهجوم وضياع يعني تضييع
تغطية المساحة، خلى مساحة كبيرة جدا لزواري، بنعرفه بالسرعة تاعه قدر يعني كالبرق يوصل في أمام المرمى ويسجل بطريقة جيدة، وكان يعني يعرف كيف يجي يتعامل مع الكرة. إذا الكرة لصالح المولودية الوهرانية عن طريق فريفر، فريفر ينطلق من هناك، فريفر ممتازة ممتازة ممتازة، وهدف تقليص النتيجة، هدف تقليص النتيجة لصالح مولودية وهران بطريقة رائعة. مهاجم شوف وين راه يلعب شيبان، ضغط كبير على لاعبي مولودية وهران خاصة بعد تلقيهم لثلاثة أهداف والانطلاقة من ناجي. شوف ناجي اللي عاد تماما للخلف من أجل جلب الكرة، ما فيش وضعية تسلل، ما فيش وضعية تسلل، كاد يكون الهدف الرابع لصالح اتحاد بالعباس عن طريق مراد بن عياد، كاد يكون الهدف الرابع. شوف هنا بعد كرة في العمق من ناحية بن عياد، وهذه كرة جات من ضياع يعني حاول ناجي يضيع الكرة، وكان فيها استرجاعها بطريقة جيدة واعطاء الكرة لبن عياد، كان ممكن جدا تكون الهدف الرابع.